بعد رحلته الأولى التي انطلقت من الجريات في منطقة القبلة، ها هو نادي الحمادة الحمراء ينطلق في رحلة ثانية من مدينة الرحبات. ليبيا هي الزاوية، ليبيا هي رحبات، ليبيا هي بنغازي، ليبيا هي زنتان، ليبيا هي شقيقة، ليبيا هي غدامس، ليبيا هي كاكوس، ليبيا هي كل هذه المدن قامت بمهرجانات تصالح سبها الحبيبة. كل ما ذكرته وما زال حقيقة، مصراتة، الزاوية، طرابلس، كل المدن وكل القبائل. تخلل الحفل قصائد شعرية وشهائد تكريم للجهات التي وقفت مع النادي وسهلت له الكثير من العقبات لينطلق من مدينة الرحبات في رحلة تمتد مئات الكيلومترات، حيث سيواصل النادي بعشرات السيارات الصحراوية طريقه إلى منطقة القبلة. الرحلة الأولى كانت في شهر 12 الماضي، كانت تجمع في منطقة الجريات. انطلقنا من الجريات للحمادة الحمراء لناهية والمر برشادة وعوان تونين، وكانت أجواء رائعة وشاركوا فيها نقدر نقول كل مدن ليبيا. جونا من طبرق ومن جدابية ومن الغرب الليبي ومن الجنوب الليبي، وعندما نقول الغرب والشرق فهي اتجاهات فقط حقيقة، اتجاه غرب وشرق من ليبيا الودود اللي هي المظلة الاجتماعية لنا. توثيق العلاقات الأخوية وزيادة الألفة بين الشباب واكتشاف الصحراء هي أهداف هذا المجهود الكبير في قيمته ورسائله.